إن الحمد لله، نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعاقب الليل والنهار، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. أيها المؤمنون، يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمٍ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شرع الله سبحانه وتعالى الشرائع وأنزل الكتب لتحقيق الأمن بصورة القيام بالقسط. يقول عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالحق. الأمن الاجتماعي هو الطمأنينة التي تنفي الخوف والفزع عن الإنسان فردًا كان أو جماعةً، أي أن يكون المجتمع المسلم مجتمعٌ متعاون، كما قال ربنا جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها المؤمنون، إن الأمن الاجتماعي حقٌّ للجميع، فردًا ومجتمعات، مسلمين وغير مسلمين. الأمن يتمثل بالحفاظ على الكليات من خلال إعلاء شأنها وفرض حمايتها وصونها في تطبيق مقاصد الشريعة الإسلامية من حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض. ولذا حرم الله عز وجل القتل لحماية النفس، وحرم الزنا والفحش لحماية الأعراض، وحرم المسكرات والمخدرات والكهانة لحماية العقل، وحرم السرقة والنهب والاختلاس لحماية المال. إن تحقيق الأمن المجتمعي وتطبيق مقاصد الشريعة والمحافظة عليها مسؤولية فردية وجماعية. الأمن الاجتماعي بحسب النظرة القرآنية هو إيجاد اطمئنان للفرد، يبعد خوفه من حاضره ويمنع قلقه على مستقبله، ووجود العون على تحقيق الحق وتحقيق عبادة الله عز وجل بالتعاون مع الآخرين، وبممارسة ذاتية فردية وجماعية يتحقق بها مشاركة
يتحقق بها مشاركة إيجابية فردية وجماعية، وبصورة يقظة الضمائر وصحة العقائد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن الاجتماعي أيها الأحبة الكرام يستهدف تأمين الإنسان، فهو في نظر الإسلام جوهر العملية الأمنية، وهو محور الأمن الداخلي والخارجي، لأن الإنسان هو المخلوق الوحيد المكلف في هذه الحياة الدنيا بتحقيق العبودية لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنسان مكلف بعمارة الأرض دون غيره من سائر المخلوقات، لقول الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة. الأمن حالة شعورية نفسية تبعث الإحساس بالأمان، وحالة متحققة في الواقع، فهو استقرار وهدوء الإنسان. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الناس وأعدل الناس وأرحم الناس، الأسوة والقدوة بعدله وحلمه وتواضعه. كان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله ويحلب شاته ويخيط ثوبه ويخدم أهله ويأكل مع المساكين. ومع علو مكانته حين رأى رجلا يرتعد من الفزع خوفا منه، يظنه كملك من ملوك الأرض، قال له: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. أيها المؤمنون الكرام، الأمن الاجتماعي مسؤولية فردية وجماعية، وتبدأ بتحريك مجموع المسؤوليات الفردية. ولنتذكر بأن أمر الأفراد، أمن الأفراد، يترك أثراً إيجابياً على أخلاق المجتمع كله وسلوكياته. تحقيق الأمن الاجتماعي أيها الإخوة هو عبادة لله عز وجل، وتوفيره سبب لكسب الأجر من الله، حين يربط الفرد مهمته بطاعة ربه. إن ترسيخ الأمن الاجتماعي في الأمة مرتبط كذلك بنظام الحكم، فيراعي الحاكم حفظ الدين على أصوله بالحفاظ على أخلاق الأمة والقيام بتحقيق العدل بين المتشاجرين وإقامة الحدود وحماية وحدة المجتمع. أيها المؤمنون الكرام، الأمن الاجتماعي في الإسلام هو البيئة الحاضنة المساعدة للقيام بتحقيق أهداف وجود الإنسان، وهي العبودية لله تبارك وتعالى وتحقيق عمارة الأرض. ورحم الله الإمام أبا حامد الغزالي الذي فهم هذا بوضوح، فقال: إن نظام الدين لا يحصل إلا بانتظام الدنيا، فنظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن وبقاء الحياة وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات. ثم يقول: ولعمري أن من أصبح آمناً في سربه
معافى في بدنه وله قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من كان جميع أوقاته مستغرقاً بحراسة نفسه من إيذاء الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة، متى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة؟ ولهذا فإن الحاجات الضرورية من الأمن الغذائي والصحي والاجتماعي شرط لقيام نظام الدين والدنيا معا. أيها المؤمنون الكرام، إن من أهم مقومات الأمن الاجتماعي في الإسلام سيادة الشريعة والقانون، لأن العدالة لا تتحقق إلا بوجود قانون، فعندما يسود القانون تطمئن النفوس وتهدأ الخواطر ويشعر كل فرد في المجتمع بالأمن على نفسه وماله وأهله، يشعر كل فرد في المجتمع بأنه في مأمن من اعتداء على ماله أو حياته أو عياله. ولهذا نجد المجتمعات والدول التي يسود فيها القانون ينتشر فيها الأمن والاستقرار، فهيبة القانون تردع النفوس الفاجرة التي تريد الشر بالآخرين، فتخاف من العقاب إذا اعتدت على حق الآخرين، وهذا الخوف من العقاب أكبر رادع يمنع الأشرار من القيام بأعمالهم الشريرة، فيكون الناس في مأمن من طغيان الأشرار. عندما تسود قيم الإسلام كذلك تساعد على تحقيق الأمن الاجتماعي، مثل قيم الصدق والأمانة والوفاء والعدالة والمساواة واحترام حقوق الآخرين. وهنا يسود القانون، وبانتشار قيم الإسلام يتحقق أهم مقوم من مقومات الأمن الاجتماعي، ألا وهو سيادة القانون الذي به يسود الأمن ويسود الاستقرار، حيث سيقف القانون بوجه كل من تسول له نفسه النيل من حقوق الآخرين، وهذا هو ما يطمئن النفوس فتشعر بأنها في مأمن. طالما كانت السيادة للشريعة والقانون ولقيم الإسلام، ومن أجل ذلك أوجب الله تبارك وتعالى على القائمين على مصالح العباد واجبات لتحقيق تلك الحماية، فعلى السلطات تقع المسؤوليات في حماية الأمة وفي حماية الشعب وفي حماية المواطن. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وسيد الغر المحجلين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أشد الجهاد جهاد الهوى، وما كرَّم المرء إلا التقى، وأخلاق ذو الفضل معروفةٌ ببذل الجميل وكف الأذى، وكل الفكاهات مملولة، وطول التعاشر فيه القلى، وكل لطيف وكل ظريف له لذة، وكل تليد سريع البلا، ولا شيء إلا له آفة
ولا شيء إلا له منتهى. أيها الأحبة الكرام، أيها الثوار الأحرار، فضلاً عن التحرير لهذه المدينة الباسلة ولبلادنا العزيزة من قبضة الميليشيات الإجرامية ولاستعادة الدولة، لا نجاحات تنموية ولا نهوض حضاري دون تحقيق الأمن. ولذا فتحقيق الأمن واجب تكاملي تشترك فيه مع السلطات الأمنية والشرطية، كل السلطات القضائية والتنفيذية، يساندها المجتمع المدني والجهد الشعبي. فالأمن ضرورة حياة ومسؤولية مجتمع. إن الواقع الأمني أيها الأحبة الكرام في هذه المدينة الباسلة المحاصرة المجاهدة يتطلب الآتي: الواقع الأمني يتطلب جدية وحزم السلطات الأمنية، كما يتطلب تكاتف السلطات الرسمية المختلفة وتعاون الهيئات الشعبية والمجتمعية. تحقيق الأمن واجب تكاملي تشترك فيه مع السلطات الأمنية والشرطية، كل السلطات التنفيذية والقضائية، ويساندها الجهد الشعبي والمجتمع المدني، ليكون توفير الأمن واجب فردي وفرض عيني باختلاف درجاته، إذ لا نجاحات تنموية ولا نهوض حضاري بدون تحقيق الأمن. على سلطات الجيش وقياداته أن تتحمل مسؤوليتها وأن تكون سباقة في فرض هيبة الدولة وضبط المطلوبين أياً كانوا، فضلاً عن كونهم أفراداً من الجيش، وهو ما يستوجب سرعة اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة، أقلها الفصل والمحاكمة العسكرية، بل وتسليم المطلوبين إلى العدالة هو أصل واجبهم، وبذل الجهد للقبض عليهم مظهر صدقهم. نسأل الله عز وجل أن يحفظ مدينتنا وأن يعمها بالأمن والأمان والإيمان والنصر والتأييد. قلت ما سمعتم، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه قديما، بقول الله تبارك وتعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واغفر اللهم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم عجل بالنصر والتمكين والفرج التام لعبادك المظلومين والمكروبين والمحاصرين والمستضعفين. اللهم هيئ لنا ولهم ولسائر المسلمين في الأرض من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا. اللهم انصر عبادك المجاهدين المرابطين في الجبهات، اللهم عجل لهم بالنصر والفرج، واجعل ليمننا مخرجا قريبا ونصرا عزيزا، وولي على هذا الشعب وعلى الأمة الإسلامية خيار عبادك، واصرف عنا وعن المسلمين أجمعين شر الأشرار وكيد الفجار، وطارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا.